الوالد اللي دافعهم توحني هذيك عسير والله ما واحد ما غيضربوا عندك منه شو واحد ما غيضربوا قلت في الارض قلت في الارض وقع هو الناس جاو هزوا السياره من الكراج جاو يشريو من بعد دفعوه ما سبقش ليهم جاو انت عرفوهمش كاع حنايا جاو من بعد دفعوا السيد من الطوموبيل سحالو حوه وهربوا بالطوموبيل والحمد لله دابا تم القبض ديالها تلوحوه دفعوه صح حلوا الباب ودفعوه طيحوه الحمد لله ملي ما قتلوش في قنيطره طبعا ودابا الحمد لله تنبشركم بالخير الحمد لله راه ف نص نهار نصف نهار تم القبض عليهم فالعز هذا هو العز ديال الامن والمجهودات ديال القنوات وانتشار الفيديو والحمد لله جاو قازوها من الكراج عادي الاوطو في قنيطره يعني حنا الحمد لله راه تنصوروا القناه ديالنا تنحطوا السيارات بنادم تيجي تعزل هو عزل لك السياره النيت اللي عتقاوم حتى التروطوارات باش يهرب في التروطوار يهرب في هذه فالحمد لله دابا بعد خسائر طفيفه غتصلح السياره الحمد لله وكنشكركم حتى انتم يعني الوسائل اللي نشرتوا الفيديو نصيحه يردوا البال خويا ومنهم انا اول حاجه كتاجر اوطو ولد رحيمو غنرد البال مزيان وماشي اللي جات عاد تسيي معاه ما كاينش اخي تسيي الطوموبيل حتى ايوا طبعا راه كيبانوا لك شباب يعني في التقاده ديالي تقريبا شباب دراري شباب متهورين شنو هي النيه اللي داو بها الطوموبيل ما نعرف النيه اللي داوها طبعا لولا الطاف الله كره داو زهقوا ارواح بهذا التصرف والتهور آه الله المستعان واش كانوا دابا حاليا واحد اللي في قبضه الامن وان شاء الله راه غيجبد الثاني ولا موراه شي عصابه كانت نوي تفرك الطوموبيل وناويه شي حاجه الله اعلم هادشي ما تنعرفوش فالقانون ان شاء الله غي اول مره الحمد لله تعرضنا لها وان شاء الله تكون اخر مره عبد الله عز وجل هذه كنصيحه شي هاد الامر هذا اللي وقع لولا لطف الله سبحانه وتعالى اولا ورجال الامن ثانيا والقنوات اللي نشروا والتدخل ديال الدراري الله يحفظهم والتدخل الشباب شافوا الفيديوهات شافوا الفيديوهات انا نقول علاش لان السيد ربما كان مبيت اسمع هذه النقطه مهمه نوضحها لان السيد كانت عنده نيه مبيته ربما يبيعها لشي واحد وهذاك اللي بغى يبيعها له من شافها انتشرت ما بقاش باغيها لان فايت سرقات وحده في قنيطره في نفس الحاله السيد خلى طوموبيلته من ديماريا خلى طوموبيلته اسمع خلى طوموبيلته من ديماريا مشى حل الباب ديال الدار رجع قامشات لحد الان ما بانش طوموبيلته بمعنى اخر الواحد يحضي راسه الواحد يحضي راسه هادشي اللي كاين حلال رجعت لمواليها الا هاد السيد هذا هاد السيد ولد عين السبع اوريجينال عنده لابا خدام في لاباج ماشي حتى هو ولد مول لاباج يعني هذا الانسان هذا عنده خطه اجنبيه ماشي ديال ولد المنطقه يعني مشى لبلاد اخرى ماشي بلاد اخرى يعني مشى لمدينه اخرى باش انه يخدم خدمته الا انه الناس مالين الحلال رجع لهم الحلال ديالهم غير هو بحال هذا الشيء هذا الانسان قبل ما يعطي الطوموبيل قبل ما يعطي الساروت يفكر لمن يعطيه وقبل ما يعطيه للخدام ولا لاي واحد مشغل كم في اي محل يسول على مول المحل ويسول واش الانسان اللي خدام عنده واش كونفيونس ولا ماشي كونفيونس ما كانش كونفيونس ماشي ما لا داعي باش انا نعطيه الساروت اذا الانسان الغلط ديال من الغلط في كلتا الحالتين ديال مول المحل وديال اللي خدام عنده دونك قبل ما نعطي الساروت خصني نعطي لمول المحل والمحل هو اللي غير سبونسابل ياك اخويا اوتوماتيكمون خصني نعطي قبل ما نعطي للمول اللي خدام فهذا خصني نعطي الساروت لمول المحل هو اللي كيتكفل بهذا الشيء كامل قدر الله وما شاء فعل مر مول الحلال راجع لي حلاله والسيد اللي في داير هذه الثومه هذه راه عند المخزن الله يدير شي جو ديال الخير وهذا ما كان اخويا اللهم السلام عليكم سيدي اخويا شنقول لك راه من 11 ديال النهار حنا تابعين هذا المجرم ولولا الله ثم الفضل ديال اييه وجهود الامن وجهود ديال الناس اللي كيتابعونا وكيحبونا واش نقول لك راه النهار كامل وحنا كندورو ماشي اللي عطى الله شنو تقول للناس اللي كانوا كلوا عين واش نقول لك عمرك تعطي الثقه لشي واحد ما يستاهلهاش شنو نقدر نقول شكرا الله يخليك وكنشكروا الناس بزاف يعني اللي جاو يعني وسولوا في الطوموبيل وسولوا فينا حنا وسولوا يعني ما نساوناش وكنشكركم كاملين الاخوان والله لا يعني فرحتونا وكتسولونا ويعني عطيتونا بزاف ديزانفورماسيون فين كاين الطوموبيل فين مشات كذا كل واحد كيصوني كل واحد كينفعنا فين مشات نعم
اه خويا بزاف يعني بزاف يعني ما يعني ماشي شي حاجه اللي اول مره طرات او لاي نعم. واضافه اخرى انا اللي درت هذاك الفيديو الاول اللي انتشر بشكل واسع، ولولا الله راه كنا غادي نتقلبوا ماشي تابعون تابع الطوموبيل. كنا تابعينه. واش كان الاحساس ديالك ديك الساعه؟ راه داك الشيء ديال الاحساس كما خلع الهنود. الهنود وصافي. المعلومه 36 دراري ولاد عين السبع الفري عارفين الدري شكون هو، اقسم بالله تابعينه وشدوه في طريق الوحده وقفوا عليه وطلعوا له فوق الكابو، ورغم ذلك ما استسلمش. في غيطيح غيطيح في شارع الشفشاوني. هذه هي خلاصه القول. هذا ولد رحيمو. أيه. هذا الدري هذا هو اللي كان تابع مول اللي كان شاف الشبار هو اللي كان غادي نفيلمي، لولا لطف الله لما كانوا يخرجوا في واحد الحضره. والحمد لله الحمد لله وكنشكروا كل شيء. السلام عليكم. يلا مرحبا.